بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مانويل ماكرو رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. أعرب جلالته في عن أطيب تهانيه بمناسبة تسلمه مهامه الرئاسية رئيسا للجمهورية. وأشاد الملك المفدى في برقية بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين مؤكدا حفظه الله تطلع مملكة البحرين لتعزيز وتطوير أواصر هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها إلى آفاق ارحب من التعاون المثمر والبناء بما يخدم المصالح المشتركه للبلدين والشعبين الصديقين واعرب جلالته عن تمنياته الخالصه لفخامه الرئيس الفرنسي بدوام الصحه والسعاده والتوفيق والسداد وللجمهوريه الفرنسيه وشعبها الصديق كل الرقي والتقدم والازدهار وللعلاقات البحرينيه الفرنسيه المزيد من التطور والنماء.